أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة سوف نستمتع اليوم ببعض الحقائق العلمية حول أسرار ظاهرة البرد، يعني ظاهرة عجيبة جدا. سبحان الله، تشكل حبة البرد يعتبر من أعقد العمليات التي تتم في الغلاف الجوي، وتتطلب ظروف من درجة الحرارة والسرعة لتيار الرياح دقيقة جدا. إذا لم تتحقق هذه الظروف، وتيارات كهربائية أيضا تساهم في تشكل حبة البرد. دعونا أولا يعني نتأمل كيف تتشكل السحب. السحب أيها الأحبة هي يعني كائنات معقدة جدا، وفيها تيارات كهربائية عنيفة جدا تولد البرق. فالرياح طبعا تبدأ بسوق هذه الجزيئات من الماء التي تتبخر من أسطح البحار والمحيطات، وتدفعها باتجاه الأعلى، وتساهم الجبال أيضا. الجبال مسخرة لتساهم في تشكل السحاب، سبحان الله. وهناك إشارات علمية أيضا سوف نطلع عليها، وإشارات قرآنية. ما يقوله العلماء اليوم إن الرياح والشمس وفروقات درجات الحرارة والضغط الجوي كله مسؤول عن تشكل هذه السحب. بعد أن تتشكل حبات البرد لا تتشكل هكذا، إنما تتشكل نتيجة برودة عالية جدا وتيارات هائلة سرعتها كبيرة جدا تدفع بجزيئات الماء الصغيرة لتشكل قطيرات ماء. هذه القطيرات سوف تندفع للأعلى بسرعة هائلة وتسير لآلاف الأمتار، تصوروا آلاف الأمتار، وهي تتقلب ثم تعود ثم تدور وتتقلب وتصعد وتدور حتى يتشكل لدينا حبة برد صغيرة جدا. وعندما تتشكل هذه الحبات تبدأ بالسقوط على الأرض. هذه حبات البرد من المهم جدا وجود تيارات كهربائية لتساهم في تشكلها، ومن المهم جدا أن تكون حجم أو أحجام الغيمة مناسبة. يعني هنا نرى كيف يتألف هذا السحاب، كيف تتجمع حبات أو ما يسمى بقطيرات الماء لتشكل حبات المطر، ومن هذه القطيرات تتشكل حبات البرد. البرق له دور مهم أيها الأحبة في تشكل البرد. إذن أصبح لدينا عناصر كثيرة. يعني أول شيء الرياح، الشيء الثاني أن تكون الغيمة فيها حقول كهربائية مؤلفة بينها، يعني سالب وموجب، وتكون هذه الشحنات الكهربائية كافية لإحداث ومضات برق تساعد على تشكل حبات البرد، ويجب أن تكون الغيمة ركامية مرتفعة. إذن هناك عناصر كثيرة جدا لتشكل
حبة البرد. آيات للموقنين. الآن دعوني أتساءل معكم، هل يمكن لمثل هذه الظواهر التي نراها اليوم أن يصورها لنا القرآن بكل أسلوب علمي؟ يعني هل يمكن أن نجد آية مثلا تجمع بين الرياح والبرق والبرد وتشير إلى الغيوم الركامية وتشير إلى أحجام هذه الغيوم وأشكالها؟ قلنا ينبغي أن يكون الشكل مرتفعا جدا ليعطي مجالا لحبة البرد أن تصعد لمسافات طويلة. كل هذا نجده في آية واحدة. تأملوا معي أيها الأحبة، قال تبارك وتعالى: الله الذي يزجي سحابا، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. إذن يزجي يعني يدفع بواسطة الريح، هذا العنصر الأول. ثم يؤلف بينه، هناك عمليات تألف وتآلف بين السالب والموجب. إذا كانت الحقول الكهربائية غير متآلفة لا تتشكل هذه حبات البرد. ألم تر أن الله يزجي سحابا، دور الرياح، ثم يؤلف بينه، إشارة إلى الحقول الكهربائية وإلى تشكل هذه السحب، ثم يجعله ركاما، إشارة إلى الغيوم الركامية وهي شرط أساسي لتشكل البرد، فترى الودق يخرج من خلاله. المطر يتشكل أولا وليس البرد، تسلسل. فترى الودق يخرج من خلاله، الودق يعني المطر الغزير، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. سبحان الله، فيها من برد، أشار إلى شكل الغيوم كجبال، فيها من برد. ماذا قال بعد ذلك؟ فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. الحقيقة أيها الأحبة، هنا يستطيع الإنسان أن يتساءل: لماذا يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء؟ لأن هذا البرد أحيانا لا يسقط إلى الأرض، يتشكل ويذوب. أيضا هناك شروط لسقوطه على الأرض، ليس كل البرد الذي يتشكل في الغيمة يسقط، إنما جزء صغير منه فقط. ثم يتابع الله تعالى الآية الكريمة: فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، إشارة إلى البرق. يقلب الله الليل والنهار، إشارة إلى تقلب حبة البرد. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وأن تكون وسيلة لأولئك المشككين يهتدون بها إلى طريق الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياته للموقنين، رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري، جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار رب.